كيف تتابع إذن هذه التصريحات الأمريكية التي تعتبر ليست جديدة ربما فيما يتعلق بما يجري في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية كافة؟ يعني بالمحصلة التصريحات الأمريكية تأتي يعني في تصريحات يعني دعني أقول خجولة بالمحصلة، ليست تصريحات حقيقية. لا يوجد نية ولا رغبة أمريكية بالمحصلة لفرض شيء على الجانب الإسرائيلي بالمحصلة، لأنه هو من قام بارتكاب الانتهاكات والإرهاب الممنهج ضد الفلسطينيين، وبالتالي يعني اعتبار أنه الجانب الفلسطيني يجب أن يخضع أولا هذه ممارسات أو هذه التصريحات المحصلة، يعني تحاول حرف الحقيقة الجانب الإسرائيلي هو الذي يرتكب الانتهاكات، هو الذي يمارس الإرهاب بحق شعبنا، وبالتالي على الإدارة الأمريكية أن تكون لديها نية حقيقية ورغبة حقيقية جدية بالتدخل في ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. يعني عندما يقول وزير الخارجية الأمريكي بعد تصريحاته الأخيرة يعني نحن نأسف لربما فقد أرواح مدنيين في قطاع غزة، في المقابل منذ اللحظات الأولى يذيل تصريحاته وتصريحات الإدارة الأمريكية بشكل عام بأن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. كيف نفهم هذا التناقض؟ يعني كيف يمكن تحقيق التوازن بين كلتا الرؤيتين وفق أمريكا؟ لا يمكن. يعني بالمحصلة هم يعني بزمر يعني بالعامة انه يعني بحاولوا يعني مجرد تصريحات هيك عشان يمشوها يعني بالمحصلة، ولكن حقيقة هذه التصريحات هي تصريحات فيها الكثير من الانتهازية السياسية، فيها لوم جانب على حساب جانب آخر، لا يوجد هناك مساواة في التعاطي مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، ولكن تفضيل الجانب الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني، وأن الفلسطينيين من بادر بإطلاق الصواريخ ضد الإسرائيليين وتناسوا تماما. في إشكالية حقيقية طوال شهر رمضان الماضي كان هناك ممارسات إسرائيلية قمعية وانتهاكات وإرهاب بحق الفلسطينيين في المسجد الأقصى وغيره من الأماكن، وبالتالي يعني على الأمريكيين أن يكونوا أكثر وضوحا من موقف الأمريكي منذ بداية التسلل من رئاسته وموقف ضبابي تجاه الموضوع الفلسطيني الإسرائيلي، وبالتالي إن أرادت الإدارة الأمريكية أن يكون هناك يعني تدخل وأن تكون وسيطا يجب أن يكون هناك تحرك أمريكي جدي، مجرد إبعاث إرسال مبعوث أو يعني تصريح هنا أو مكالمة هاتف هنا وهناك لن يحل الموضوع. يجب على ما الذي يمكن أن يحل الموضوع من وجهة نظرك سيد نادر؟ يجب أن تقدم يعني الإدارة الأمريكية إن كانت تريد الالتزام برؤية دونالد ترامب السابقة بصفقة القرن فلتقل ذلك، ولكن إن كانت تريد أن تكون فاعلا ولاعبا أساسيا في المنطقة عليها أن تحل موضوع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي الدولة الوحيدة القادرة على أن يكون لها يد عليا في الموضوع، وهي قادرة أن تضغط على الإسرائيليين بهذا الموضوع. لا يوجد دولة أخرى في العالم قادرة على الضغط على الإسرائيليين في هذا الموضوع إلا الولايات المتحدة الأمريكية بسبب العلاقات يعني الطويلة والتاريخية بين الدولتين، وبالتالي إن أرادت أمريكا وإن أراد بايدن أن يكون هناك موقف أو يعني حل هذا الموضوع يجب أن يكون ضغط على الجانب الإسرائيلي للقبول بالدولة الفلسطينية على الأقل، ومن ثم الذهاب يعني الذهاب أو خارطة الطريق إلى آخره من يعني أي اقتراح أمريكي بالمحصلة على أساسه يمكن أن يقيم الجانب الفلسطيني قبول رفض بالمحصلة. يعني من خلال متابعتك أسف من وجودك معنا سيد نادر، هل تتوقعون تهدئة قريبة للأوضاع في قطاع غزة؟ أفترض صعب بالمحصل، يعني إسرائيل في مأزق الآن، لا أفترض أنهم سوف يسعون الآن يعني زي ما بقول بيض وجههم بالمحصل، يعني ذهاب بتهدئة وفي مقابل إطلاق الصواريخ وما يحصل، أفترض أن الإسرائيليين سوف يعني يرفضون التهدئة الآن على الأقل خلال الأيام القادمة، ربما يذهبون كما يعني الأخبار الواردة من غزة والأخير أن هناك حشودات على حدود قطاع غزة، وبالتالي لا يعطي إشارة أن هناك تهدئة في المقابل. أشكرك جزيل الشكر من شيكاغو الكاتب والمحلل السياسي السيد نادر الغول.